عندها صيام، صيام واجب وصيام مستحب وصيام مكروه وصيام حرام. من يعرف ما هو الصيام الواجب؟ ثلاث أشياء. الصيام الواجب أشياء ثلاثة. نعم. صيام الواجب أشياء ثلاثة. ما هي؟ ثلاث أشياء. ما يعرف؟ بسم الله. صيام في رمضان. هذا إشكالي. الثاني هو صيام قضاء رمضان يعني رمضان. صيام النذر والكفارة. هذه أشياء ثلاثة على الصيام والرمضان. مثال عليه كفارة يمين. فقل يسعد لهما ما استطاع لا عن العلم ولا عن طعام عشرة مستقيم هذا السبب ينتقل إلى صيام ذلك اليوم. فهذا الصيام في حقه واجب له. نذر أن يصوم هذا الصيام في حقه واجب. طيب هذا الصيام الواجب ثلاث أشياء. الصيام المستحب من يعرف؟ عشرة أشياء. أقل عشرة. كنا زلمة. عشرة أنواع الصيام المستحب. حاول لا ما أنا عشرة. لا تعد عشرة. تعد عشرة؟ تقريبا الراس يعني تقريبا. بسم الله. بسم الله. عرفات. صيام يوم عرفة غير الحاد. غير عاشوراء. صيام يوم عاشوراء مع التاسع والحادي عشر. الاثنين. النوافل. كل النوافل. الاثنين والخميس. الاثنين والخميس. نعم. ثلاثة رائع. نعم. ست من شوال. ست من شوال. ست من شوال. الأيام البيض. أيام البيض أو ثلاثة أيام من شهر. كل شهر. وبدنا نخلص منه. ما يعرف عدد أيام شعبان في شعبان كذلك في ذلك الصيام. صيام شعبان وصيام محرم. محرم. وغيره. لا النذر واجب. صيام يوم وفطر يوم. صيام يوم على الصلاة والسلام. وصيام عشر من ذي الحجة لدخوله تحت الأعمال الصالحة. هي من الأعمال الصالحة الصيام. تعيد من يعد لي هذا؟ من يعد لي هذا الصيام مستحب؟ صيام يوم صيام يوم عرفة. الاثنين والخميس والأيام البيض أو ثلاثة أيام من الشهر. وصيام محرم لا غير حال. وصيام محرم وشعبان. صيام يوم وفطر يوم. وصيام عاشوراء التاسع والحادي عشر. صيام الست من شوال وعشر من ذي الحجة. تعيد. إن شاء الله. نعم. ست من شوال. ست من شوال. الاثنين والخميس. الاثنين والخميس. وصيام سيدنا داوود عليه الصلاة والسلام. وصيام داوود عليه الصلاة والسلام. وصيام ثلاثة أيام. صيام شعبان. شعبان ومحرم. وصيام الأيام البيض أو ذكرناها الأيام البيض. صيام يوم عرفة. صيام يوم عرفة لغير الحاج. لغير الحاج. وصيام عاشوراء مع التاسع والحادي عشر. عاشر من ذلك. عاشر من ذلك. بارك الله فيك. طيب ما هو الصيام المكروه؟ الصيام المكروه صيام يوم الجمعة. صيام يوم الجمعة منفردة فتح واحد وكذا صيام السبت وصيام المرأة دون إذن زوجها على النافذة عم الفجر تسوق هذا السبب. نعم أقول مش مكروه. الساعة 9 صيام إفراد يوم الجمعة ويوم السبت وكذلك صيام المرأة دون إذن الزوج. صيام محرم. من يعرف الصيام المحرم؟
أقل من هذا هو خمسة أشياء أو ستة ستة أشياء تعرفها. بسم الله من يعلم هاي الشيء؟ أحب أقول صيام يوم السبت. صيام يوم السبت يعني يوم 30 من شهر شعبان. كذلك يتقدم صيام رمضان بيوم أو يومين حتى التاسع والعشرين إلا إذا كان من عالم الأصول. مثال الآن في هذا العام يوم السبت عندنا يوم الثلاثاء. يعني اعتبر الثلاثاء على وقت السنة الثلاثاء. الثلاثاء يوم السبت عندنا في هذا السنة. من عادة الشيخ أن يصوم يوم الاثنين. فيوم الاثنين يتقدم رمضان يومي أو يوم. فصار أن من عادة يصوم يوم الاثنين يصح يصح. الأخ إبراهيم من عادة الماسك هذا الرأي. وقال أريد أن أصوم هذا اليوم. أقول ما تصوم. مفهوم؟ طيب. مرة ثانية. صيام يوم الشهر. يتقدم صيام رمضان يوم او يومين ثم ما احد يتكلم الله اعلم. نعم صيام المحرم وما بعد صيام العيد الفتح واعلم عيد الفطر وعيد الاضحى وجبت نعم وصيام ايام التشريق الا لمن لم يجد الهدي هذا صيام محرم. نعم وكذلك صيام الدهر صيام الدهر يصوم ويفطر كل عام. نعم وكذلك صيام رجب فتح الله عليه. نعم صيام رجب تخصيص رجب بالصيام على النبي قال الحافظ ابن رجب لم يثبت شيء في فضل رجب. نعم طيب هذا الصيام الواجب والمستحب والمقبول والمقبول.